السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله، معكم مصطفى بشير. حبيت أمسي عليكم من محافظة الأقصر والأجواء الجميلة اللي احنا موجودين فيها، من مكان اسمه بيت ورد. بيت ورد كافيتيريا ومطعم وشيء جميل جدا في محافظة الأقصر. المكان طبعا زي ما انتم شايفين اكثر من رائع، الجو جميل وهادئ واجواء الاقصر هادئه وجميله زي ما اعتدنا دائما، حتى في فصل الشتاء محافظه الاقصر دافئه وجميله ولا تغيب عنها الشمس. انا هفتح الكاميرا هوريكم الاماكن، المكان اللي انا قاعد فيه والاجواء الجميله اللي انا موجود فيها. تفضلوا كده شوفوا معي. ده المكان اللي أنا متواجد فيه الآن، مكان رائع وجميل جدا. المكان اسمه زي ما قلنا بيت ورد في محافظة الأقصر. نبص كمان من الجانب الثاني، طبعا محافظة الأقصر مفيش خلاف عنها إنها أجمل محافظات الجمهورية. تحياتي لكم جميعا وألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله.